زي ما قلت في بدايه الحلقه النهارده، في مشروع قانون او فكره مقترحه بيسموها توريث الوظيفه الحكوميه، في حاله من الجدل اثرها هذا المشروع، مشروع يعني مشروع قانون لتوريث الوظائف الحكوميه بالبرلمان. القانون بيقضي بمنح الموظف حق تعيين قريب له من الدرجه الاولى في محل وظيفته، وده اذا خرج الموظف على المعاش في سن الخمسين. وجهات النظر طبعا انقسمت في هذا الموضوع ما بين مؤيد ومعارض. بعض النواب شايفين ان المقترح ده هيساهم في القضاء على البطالة وهيساعد في ضخ روح الشباب في الوظائف الحكومية، وفي رأي تاني بيقول انه شايف انه توريث للوظيفة وهيقضي على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ما بين الشباب. يا ترى ايه هي الفكرة ومقدم الفكرة بيهدف ايه اساسا لما طرحها، ووجهة النظر المعارضة ليها برضو ايه هي دوافعها واسبابها؟ بحب النهاردة ارحب بضيفي في الحلقة، وهو النائب عبد المنعم العليمي عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون. اهلا بك سياده النائب. اهلا بحضرتك وشكرا على المشاركه معايا النهارده. لا تقل سعداء. وطبعا برضو السيد النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب، اهلا بك استاذ محمد. الف شكر. ايه رايك لو انا وانت كده نسمع سياده النائب والمشاهدين يشوفوا يعني المشروع، الفكره، منطق الفكره، طرح الفكره، وبعد كده نناقشه. اتفضل يا فندم. اسمح لي في بدايه الحلقه ان انا ارفض كلمه توريث. لان كلمه توريث ده بيشير الى وفاه صاحب الوظيفه، لا صاحب الوظيفه عايش وهو بيطلع على معاش مبكر. عند بلوغه سن الخمسين سنه. يبقى كلمه توريث احنا بنرفضها من بدايه الحلقه لانها لا تتمشى مع المشروع اللي انا تقدمت بيه ومضى عليه اكثر من 10 اعضاء مجلس النواب. واسمح لي قبل ما اتكلم على المشروع اقيم الجهاز الاداري للدوله. اتفضل. احنا كنا حتى عام 1982 كان بيتم التعيين عن طريق مكتب القوى العامله. تطلع مخرجات العمليه التعليميه، بيطلع قرارات على طول من مكتب القوى العامله على مستوى جميع محافظات مصر في تعيين على اي وظيفه من وظائف الجهاز الاداري للدوله. يعني الحكومه تاخد الشاب كده وطالع من الجامعه تقوم ايه معينة. حجزه له الوظيفه بتاعته على طول. من عام 83 ابتدت الحكومه تشيل ايديها على عمليه التعيين المباشر. وابتدت تسيبه لسوق العمل. هنا بدات مشكله البطاله، وابتدت البطاله تزيد. أنا عضو في مجلس النواب من عام 1990 لغاية 2005، تقدمت بأقوى استجواب حول قضية البطالة في مصر عام 2002، يعني حوالي 17 سنة من بداية هذا النهج اللي هو بدأ في 83. كانت ابتدت البطالة تبان أن مخرجات العملية التعليمية مش ماشية مع سوق العمل، ولغاية النهاردة أن مخرجات العملية التعليمية على كافة مستويات الجامعات والتعليم الجامعي أو التعليم قبل الجامعي لا تتمشى مع سوق العمل. أتمنى أن تكون هناك قاعدة بيانات على احتياجات سوق العمل سواء كان في الداخل والخارج، وتربط معها العملية التعليمية عشان نأخذ التنمية البشرية. وأن التنمية البشرية تمثل أكثر من 60% في الاقتصاد القومي. يعني لغاية النهاردة بطالة من ناحية بالظبط كده، في مشكلة وترهل في الجهاز الإداري للدولة من ناحية تانية. الدولة بقى عليها عبء ثقيل اسمه الموظفين الحكومة. أنا لما جيت قدمت الاستجواب وهز مصر كلها، لأن كانت ما زالت الأسر المصرية تعاني من عملية البطالة أو المتعطلين في مصر. هذا الاستجواب أنا خلصته من هنا، وصدر قرار من الجهاز التنفيذي او من السلطه التنفيذيه بتعيين حوالي 175,000 في الجهاز الاداري الدولي ايام الدكتور زكي محمد زكي عامر وزير التنميه الاداريه حين ذاك. اتعين وفقا للمعايير الوظيفيه ووفقا للدرجات الخاليه. ماشي. عدى بقى على الاستجواب ده والتعيين 175,000، عدى اكثر من 15 سنه. ال 15 سنة الدولة عمالة تطلع معاشات ومفيش تعيينات. ومفيش. هتقول لي بقى المفروض ان 30%
الدولة تشيلهم، و70% سوق العمل الأهلي يشيل. احنا جت ثورة 25 يناير و30/6 عجنت الدنيا، وما زال الاقتصاد بتاعنا واقف، والاقتصاد بتاعنا لسه في مشروعات، وبنحيي تلك المشروعات. سيادة النائب ما تزعلش مني، ما تزعلش مني، تعالى ندخل في الموضوع على طول، لان في مشاهد. لا ده انا عاوز، انا عاوز اوصل في اقتراح بان اللي تم 50 سنه يدي وظيفته لابنه. اسمح لي انا بقول المقدمه دي ليه؟ عشان اقول لك دي اسباب رئيسيه انا عايش في عمليه المطالعه والمتعطلين من سنه 83. كويس قوي. ماشي. الاقتراح بقى ايه؟ اما نيجي بقى هنا نقيم ال عدم التعيينات او البطاله قد ايه؟ احنا عندنا بطاله بتمثل 12.7% من كتل العمل، 27.8 مليون فرد. يعني ما يقرب من 4 مليون متعطل لم يعملوا. النهارده عندنا في الجهاز الاداري للدوله الناس اللي هي تعينت ال 175 في سنه 2002، يعني عدى على اكثر من 15 سنه. السلم الوظيفي ابتدى يفضى من تحت ويعلى من فوق. بمعنى ان الناس كلها اللي موجودة في الجهاز الاداري للدولة بعد المعاشات اللي طالعة كلهم اصبحوا قيادات، مش عارفين يبقى قيادة على مين. يبقى السلم الوظيفي بداية السلم في الجدول فضي، وابتدت الناس اللي هي اتعينت من 175,000 تفضى من فوق وتوصلت لفوق لوظائف اشرافيه، مش لاقيين، خاصه الاماكن المتعلقه بادارات المرور، الاماكن المتعلقه بالتعامل مع المواطنين فيها عجز شديد، وانا اعلم ذلك، في اداره المرور، في الاحوال المدنيه، في ما اشبه ذلك. لدرجه انه جابوا بعض الموظفين كانوا عاملين مؤقتين، حطوهم كانوا بيبيعوا عيش، جابوهم موظف عام. وهنا بيشترط الموظف العام وفقا لقانون الإدارة المحلية ووفقا للقوانين المتعلقة بالعاملين لابد له معيار، لكن انت ما انتش لاقي ناس تقعد عشان تتعامل مع المواطن وتجيب. انا لما لقيت مشكلة دي قائمة، طيب اما طلع قانون الخدمة المدنية ايه اللي حصل؟ قال لك العمالة المؤقتة، حتى كنا قعدنا في لجنة القوى العامة على العمالة المؤقتة، قعدنا بتاع 3-4 ساعات في هذه المادة. ازاي الجهاز الإداري هيعين او الدولة هتتكلف تكاليف باهظة في تعيين الناس المعينين على الباب الاول اجور، غير الناس المهمة المعينين وبياخدوا مرتباتهم من الصناديق الخاصة. ويمكن دي في المادة 73 لها فقرتين. طلعت اللائحة التنفيذية تقريبا امبارح على ما اسمع، ولسه ما قرتهاش، هتبقى دي قنبلة موقوتة في عملية التعيين، يعني مش هياخدوا تعيين من بره. يعني اللي جوه بس، يا ريت ان هم الدولة تقوم وتعينهم ونشوف اللي برضه هيتعامل في ايه. طيب فعشان كده قدمت بقى هذا المشروع. طب المشروع ده فلسفته ايه؟ القانون 81 سنه 2016 باصدار قانون الخدمه المدنيه، اما جه صدر قال الماده 70 منه قال ايه؟ قال للموظف الذي جاوز سن ال 50 ان يطلب احالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده اجراءات تاديبيه، ويتعين على الوحده الاستجابه لهذا الطلب وفقا لمتحدده اللائحه التنفيذيه، وفي هذه الحاله تسوى حقوقه التامينيه على النحو الاتي. في بند واحد وبند اثنين، وفقا لقانون التامين الاجتماعي 79 سنه 75 قامت الدوله وقام مجلس النواب بصياغه هذه المواد، بحيث اللي بيوصل لسن 50 سنه بياخد الوضع التاميني كله او استحقاقه التامينيه كلها، بحيث ياخد معاش كامل في سن 50 سنة. أنا صدت المادة دي، الناس كلها أقول لك طب أنا هطلع أعمل إيه؟ أنا خليني بقى في الوظيفة أحسن، أديني بشغل وقتي، لأن سوق العمل النهاردة حتى في القطاع الخاص مفيش. محتاج إن أنا أنقل الحوار ست النائب. عايز أعرف، هسأل عليك سؤال وعايز إجابة محددة. هل حضرتك بتطالب بإن الأب اللي تم 50 سنة يروح يطلع على المعاش يسوي معاشه ويدي الوظيفة بتاعته لابنه أو واحد من قرايبه؟ اسمح لي أقول الصياغة القانونية عشان لازم، عايزين نرد بعد إذنك. ما لازم أنت تعرف الصياغة القانونية اللي أنا أهدف بيها. أنت بدأت بكلمة توريث وقلت لك أنا برفض كلمة توريث. طيب ما أنا دلوقتي بقول لك هينقل الوظيفة يعني يا ست النائب، ما قلتش توريث. علشان المشاهد يعرف أنا تدخلت في التشريع إزاي، لازم أقول له النص كان بيقول إيه
وبعد كده انا عدلت في المسألة. طب باختصار لو سمحت عشان لازم ننقل الحوار. ما هو انتوا اللي اخرتونا لك اي بدري. معلش انتوا المفروض ان كنتوا بداتوا معانا. ما تناقشنيش في الحاجات دي على الهوا بعد اذنك. ماشي ماشي ماشي. اتفضل يا حبيبي. النص بتاع الماده 70 انا قلته، فالمعيار بالرقم بتاع بند 1 وبند 2 عشان الوقت مش هقوله، ده بيسوي حاله الموظف طبقا لقانون التامين الاجتماعي قانون رقم 79 سنه 75 بحيث ياخد حقوقه كامله التامينيه في سن اللي وصل 50 سنه. الموظف ده لو ساب الوظيفه هو مرتب لا يقل عن 4500 جنيه. هيفك لي ثلاثه، ما انا ما بقولش بقى هو هنا تعالى عين ابنك مكان الوظيفه بتاعتك، لا. ده انا بقول له سيب وظيفتك الكبيره دي وانا هاخد المرتب بتاعك ده هستفيد منه في التمويل لوظائف بدايه الدرجات اللي موجوده في الجدول. سواء كان وظيفه تخصصيه كتابيه فنيه اعمال معاونه وفقا لما ورد بالجدول وعنده عشان الوقت ممكن اقوله. وايه حكايه انه ابنه او اقاربه؟ ايه بقى جت منين؟ النص عندي بيقول هنا ايه، انا اجيبه لك على الطبيعه علشان ايه يعني أهو. هل انت كده بتحفزه ان هو يسوي معاشه بدري؟ للموظف الذي جاوز سن الخمسين ولم يكن قد اتخذت ضده اجراءات تاديبيه ان يطلب عند خروجه من الخدمه بنظام المعاش المبكر تعيين بدلا منه احد اقاربه من الدرجه الاولى. فواحد قال لي ايه، طب مين احد اقاربه من الدرجه الاولى؟ والله انت بقى رجعت للقانون المدني ماشي في المواد على في سبيل الحصر، يعني هتلاقي الماده 34 و35 و36 و37 من القانون المدني محدده الاقارب على سبيل الحصر. اللائحه التنفيذيه هي اللي هتحدد لي ما اقصد انا من القريب من الدرجه الاولى. يطلع الابن يطلع البنت يطلع الاقارب اللي هتحددهم اللائحه تشغل الوظيفه، بدل الموظف الكبير اللي هو وصل له وقعد على مكتب عشان مش لاقي موظفين يشرف عليها. بقول له لا سيب وظيفتك انت وانا على السلم الاول الوظيفي وفقا للمعايير الوارده في قانون الخدمه المدنيه وفقا لشروط الوظيفه وفقا للمعايير كلها انا هعين بدل منك، بدل ما اعين هيبقى انت واحد هعين مكانك ثلاثه. ماشي يبقى انا بعين هنا وهو بيقول لي انا هعين ابني او بنتي او حسب الدرجه الاولى وفقا لما تحدده اللائحه التنفيذيه، وبعدين انا التمويل المالي ممكن اعين بيهم ثلاثه. يبقى اذا الدوله مش هتشد شويه من البطاله، هتبتدي تملى الفراغات اللي موجوده في قانون الخدمه المدنيه، الموظف اللي بدايه السلم دخل تاني علشان يقوم بالوظائف اللي هي فيها عجز، وفي وظائف اشرافيه بتشرف عليه. وهو يستفيد ايه الراجل ابو 50 سنه ده؟ هو هيستفيد رقم واحد هياخد التأمين الاجتماعي الخاص بيه طبقا لقانون 79 سنة 75. لو كان أقل، لو كان لمدة معينة أنا مكتوبة عندي ما جابهاش بيقول لك يترقى للدرجة الأعلى ثم بعد كده ياخد التعويضات التأمينية كلها وفقا لمعايير اتحددت على سبيل الحصر في القانون في البند 1 والبند 2. تمام ماشي كده تمام. بعد اذنك هاخد تعقيب من سياده النائب محمد. اللي انا برضه عاوز اقول عليه ان هذا لا يخل بالوظيفه. هنسمع وشروط، هرجع لك تاني. ولا يخل بالوظيفه ولا شروط ولا معيارها ولا اي حاجه الا هي واحده بس، هو اعفيه من الاعلان واعفيه من الاختبار. شكرا سياده النائب. ويا ترى رد الاستاذ محمد الحسيني ايه؟ اتفضل. طبعا انا برحب بشيخ البرلمان معالي النائب، برحب بحضرتك الساده المشاهدين. في الحقيقه احنا انا كنائب النهارده من حقي اشرع، من حقي اقدم مشروع بقانون. عايز بس اوضح للمشاهد القصه بتمشي ازاي. انا من حقي النهارده كنائب داخل البرلمان اقدم مشروع بقانون، بمضي 10 اعضاء المجلس يعني حوالي 10% 60 عضو ولو اكتر مفيش مشكله، بيروح اللجنه المختصه. اللجنه المختصه النهارده بتناقش المشروع يتوافق عليه ترفضه، بعد ما بتعمل تقرير بيتعرض على الجلسه العامه. اذا العمليه عشان ما صدرش الراي العام لو طلع في دماغ محمد الحسيني يطلع مشروع بقانون يبقى خلاص المجلس وافق عليه، لا، في اجراءات وفق اللائحه الداخليه بتحدد كيفيه المشروع ده بيطلع ازاي. لما يجي بقى للمشروع مع سياده النائب، طبعا انا سمعت عليه من الصحافه، طبعا معالي النائب احنا بنتعلم منه، ولكن النهارده احنا عايزين نتكلم بمصطلحات ابسط بالنسبه للمشاهد اللي بيسمعنا. النهارده احنا شايفين ترهل شديد في كل الهيئات الحكوميه،
النهارده احنا بنعاني، واستاذ رئيس الدوله النهارده بيعاني زي ما الحكومه بتعاني من العدد الكبير جدا داخل مصالح حكوميه ما بيأديش بشكل يعني كما ينبغي بالنسبه للمواطن. وبالتالي النهارده لما اطلع فكره، ايه الفلسفه من الفكره؟ هل النهارده انا هرجع لموضوع الخصخصه بتاع الشركات زمان وخصخصنا، والموظف النهارده يروح مضروب في دماغه يجي عند 50 سنه يروح طالع معاش يروح يشتري توك توك ويشتري مش عارف يتجوز البيت في الاخر يقعد على القهوه؟ انا بزود سوق العمل بعاطلين اخرين. وبعدين النهارده قانون الخدمه المدنيه اللي معالي النائب بيتكلم عليه، النهارده بيشترط في اي قبول لاي وظيفه اختبار وكفاءه. النهارده احنا هنشيل المعايير دي، يعني النهارده انا اطلع اجيب ابني ايا كان كفاءته هقبله في العمل؟ لا، ده انا بعتبر في خلل، في نفس الوقت فيش لا عداله ولا في مساواه ولا في انصاف. طب انا النهارده ابويا مش موظف، قفلت عليا كده خلاص. فالفكره المشروع فكرته، فكره المشروع ممكن تكون فكره نبيله، ولكن تطبيق الفكره على ارض الواقع لا. احنا كده بنقول ان 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 لابوه موظف يبقى هو موظف، طب احنا النهارده بقيه المجتمع يروح فين؟ فالحقيقه انا شايف ان احنا النهارده بندي مساحه لشريحه معينه ونظم شريحه ثانيه. الحاجه الاهم من كده، النهارده احنا عندنا تجربه مؤلمه جدا، فكره النهارده ان انت تحفز الموظف اللي مش مدرك، مش كلهم ناس متخصصه ومش مدركين باللي بيحصل في على ارض الواقع. النهارده انت بتديله حوافز عشان يطلع معاش، خد له 100,000 جنيه وطلع معاش، هتجيب له 100,000؟ هتجيب له يعيش ازاي؟ عنده 3-4 عيال مش شغالين، هيشغل واحد، طب والاربعه؟ احنا النهارده عملنا استبدال بواحد عاطل بواحد عاطل، بقى رب الاسره هو اللي عاطل. في نفس الوقت النهارده انت اهدرت طاقات ممكن تفيد المجتمع انت مش عارف توظفها. عشان كده اقدر اقول افلتر الكلام ده، ان كان مشكله الحكومه النهارده مش عارفه تستغل هذه الطاقات داخل مصالح حكوميه، دي يبقى فشل حكومي مش فشل عندنا. النهارده عندك طاقات داخل الحكومه مش قادر تستغلها بشكل كافي. النهارده تخش على وزاره الزراعه مثلا فيها مليون واحد ناس محترمه وعايزه تشتغل، بتعمل ايه وزاره الزراعه؟ انت بتستورد كل حاجه، القمح بتستورده ولا سعادتك عندك كفاءه ذاتي؟ بتستورده. وزاره الصناعه النهارده فيها كفاءات عاليه جدا جدا، احنا مشكلتنا في القياده، مين ياخد الطابور ده ونطلع له احنا بقى نشرع له قوانين ونحفزه يبقى راجل منتج في المجتمع. يعني فكره انك تفك الوظيفه الواحده لواحد عنده 50 سنه بثلاثه شباب في العشرينات خارجين جداد من الجامعه وبيبحثوا عن طبعا التعيين والوظيفه وعايز يبقى عنده مستقبل ويكون نفسه ويجيب بيت ويكون اسره، يعني دي في حد ذاتها ما تحلش ولا حل ولو حل جزئي للبطاله. ما انا مش هاخد دي لوحدها. اه انا النهارده باللي حضرتك بتقوله ده اي حد هيأيده، انت بتربطها بايه؟ اللي ابوه موظف يبقى هو موظف. لا مش عدل، ده مش عدل خالص. مش عدل خالص. لكن الفكره او فلسفه الفكره ان انت النهارده عايز تضخ دماء جديده من الشباب شيء ايجابي، بس مش بالطريقه دي. وخلي بالك انا اشك وعلى يقين هيبقى في عدم دستوريه. عدم دستوريه؟ طبعا طبعا. طب ناخد رد من سياده النائب صاحب الاختراع. انا بشكر الاستاذ محمد، انا بعتز بفكره وبرايه، بس انا هو عارف طبعا ان انا عبد المنعم العليم قبل ما اقدم تشريع انا ببحثه من الناحيه الدستوريه. ماشي، انا عندي تحت ايدي 16 حكم من المحكمه الدستوريه الاردنيه، هقول بس لمسه كده على مبدا المساواه. ماده المساواه هي في الماده 40 من دستور 71 والماده 53 من دستور 2014، هو نفس النص. ماشي. حكم الدستوريه بيقول هنا ايه؟ المساواه امام القانون ليست مساواه حسابيه، يملك المشرع بسلطاته التقديريه والمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعيه تتحدد بها المراكز القانونيه. يعني ايه المركز القانونيه التي تساوي بها الافراد؟ عاوز المركز ده يبقى مساوي المركز ده. ده راجل موظف وشغل درجه وقضى كام سنه خدمه وله معايير، والقانون نفسه قانون الخدمه المدنيه بيقول وشجع على المعاش المبكر، قال له اختياري. انت قدم طلب وانا هطلعك معاش مبكر اختياري. في مقابل ان انا هعوضك تامينيا. يبقى انت ما تقوليش بقى اللي شغال في القطاع الخاص يتعامل زي ده، دي امر استثنائي انا عامله. اللائحه التنفيذيه ممكن تمشيه لمره واحده، ممكن تمشيه لمرتين وفقا لتعداد الجهاز الاداري للدوله على مستوى الحكومه ومصالحها والمؤسسات العامه والهيئات العامه والاداره المحليه، وتملى تلك الوظائف اللي فاضيه علشان خاصه الوظائف التي تتعامل مع المواطن.
يبقى اذا مبدا المساواه قائم. عايز اسال حضرتك سؤال، لو واحد بيشتغل في وزاره الكهرباء على سبيل المثال وابنه صيدلي مثلا او دكتور اسنان، يروح يشتغل موظف في وزاره الكهرباء طبيب اسنان؟ يا سيادة حضرتك انا بقول شغل الوظيفه من بدايه الدرجات المواردة في الجدول، الجدول عنده اهو الوظائف موجوده. لو ما انطبقش عليه يعمل ايه؟ الوظائف موجوده. وافرض ما انطبقش عليه هيعمل ايه؟ خلاص يبقى ما ينطبقش عليه شروط الوظيفه، يبقى مش هيشتغل. يبقى ابوه يطلع ليه؟ يبقى ابوه هيطلع ساعتها. ابوه مش هيطلع. ما هو كده كده اسمح لي يعني هو انا ايه؟ انا عامله بفلسفه. انا لم اربط الوظيفه بتاع الموظف الكبير اللي انا هطلعه معاش مبكر بصنف الوظيفه اللي هيتعين عليها، اللي هيتعين عليها وفقا لشروط الوظيفه. يعني اللي يتعين عليها مش لازم يتعين بوظيفه ابوه او وظيفه واللي أمه. عنده 50 لا. سنه ده طب ما هو يبقى طاقه معطله وقاعد في البيت. ما هو دلوقتي 50 ما هو برضه هينضم لطابور البطاله. القانون نفسه سمح له انه يطلع معاش مبكر. اختياري. يعني وده اختياري برضه. اختياري. وده اختيار. بس كم من كم الفكره دي من كام سنه عندك يا ست نايل الفكره دي؟ كم من كام؟ عندك من كام سنه الفكره دي؟ الفكره دي من بدايه صدور قانون الخدمه المدنيه لم اتذكرها الا بعد ما سالت الموظف اللي بلغ سنه 50 سنه انت يا عم راضي على القانون ده وهتطلع؟ قال اطلع اعمل ايه؟ طب ايه رايك لو انا عينت لك حد من الدرجه الاولى زي ابنك بنتك وكان قال لي طب يا ريت. سألت كم واحد؟ واحد بس؟ عينة؟ لا مش واحد. يعني سألت عينات في المحافظات ومحافظات الصعيد وبحري وقبلي. كم من كام؟ ماشي؟ لا كم من كام؟ يعني انا عملت استطلاع رأي حتى من القيادات في بعض القيادات في الدولة، ايه رأيكم لو قدمت هذا المشروع؟ هل هيتمشى مع فلسفة ان الدولة عاوزة تطلع الموظف على سن بعد وصل 50 سنة وتديه الحقوق التأمينية مش عاوز يطلع؟ طب لو انا اديته الميزة دي هعمل اقلل من فترة. طب نسمع يا استاذ الحسين اتفضل يا ست نايل. عشان نبسط عملها اكتر. ده لما بقول الفكرة دي انا عندي حصر حقيقي باللي هم طلعوا فوق 45 سنة في المصالح الحكومية قد ايه؟ ما عندناش بيان. اقول لك انا مفيش قاعدة بيانات. انا اسمع ان التعداد ال 6 مليون موظف تمام ماشي كويس. من سنه 83 كويس مش الحكومه دي بس ده الحكومات السابقه تمام. يعني اذا ان هذا العدد مشكوك في امر كويس لو انت حصلت على الطبيعه كويس. وانا اللجنه هتناقش يوم الاربعاء القادم كويس. هحاول بقدر الامكان اجيب الاحصائيات. طيب لبناء هحاول. انا ليه بسال السؤال؟ عايزين نعرف السؤال ليه بسال. هحاول انا بسال نسمع بعض. هجيب انا الاحصائيات ان شاء الله. تعالى نسمع ست النادي. انا هقول النهارده عندي 7 مليون موظف. لو احنا قلنا عندنا مليون ونص في التربيه والتعليم، وزاره التربيه والتعليم اللي ما ياكل اكتر. تتخيل ممكن حد يستغنى عن مدرس عنده 50 سنه يطلع بره؟ بتهيألي ده خبره. الله ينور عليك. يبقى طب انت عايز تطبق ده فين؟ هل عايز تطبقه في الوحدات المحليه؟ هل في بعض قطاعات الدوله ولا هتعمله على الدوله؟ انت عندك كفاءات النهارده ما تديهاش حوافز وهميه وتعاني بعد كده في الشارع. طب ما انت اللي يعني عامله من الاول. لا انا محمد بيسمح لي معلش. طيب القانون نفسه هو اللي اتعمل من الاول، انت كمجلس نواب عملته مع موافقه على السلطه التنفيذيه. ما انا لازم برضه اوضح بحيث ان الموظف اللي بلغ سن ال 50 سنه من حقه ان هو يطلع معاش مبكر وياخد التامين بتاعه. اكبر عدد موجود في الدوله موظفين دوله تربيه وتعليم. قيم عاوز انا النهارده وزاره التربيه والتعليم الجهاز الاداري انا هقول انا قيمه من عام 83. انا عايز اقول ايه اللي هو حصل فيه ممنوع التعيين؟ ما تعينش لاخر دفعه تعيين. هل الموضوع ده هيبقى اختياري ولا اجباري؟ لا هو اختياري. اختياري بس اختياري. اختياري مش اجباري. لا 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 بس ما دي مشكله برضه. اختياري. انا مش كله النهارده على وعي وثقافه. انا النهارده مزنوق ماديا عندي عايز اتجوز البنت. فمحتاج 100,000 مبلغ. هتقول له يا عم ما تطلع معاش عشان اجوز العيال. ما هو الظروف الاقتصاديه صعبه جدا. انا مش عايز النهارده ادي حوافز هقول شبه وهميه انا هتخبط فيها بعد كده، هيقعد على القهوه يعاني. احنا عندنا بطاله غير عاديه. امال انت بتطلع النهارده إيه؟ احنا النهارده بنقول ايه؟ عايزين نوعي المواطن. هل احنا النهارده عندنا جدول يقول جدول واضح كده في بعض هيئات استحاله تستغنى عن موظف، وفي بعض هيئات النهارده انت محتاج تضيع تدعمها بموظفين. لا القانون آمن يا محمد بيه. وزاره التموين بقى 20 سنه ما تعينش حد. القانون آمن. محتاجه تعين ناس في وزاره التموين. تيجي تتكلم النهارده على الرقابه يقول لك ما عنديش عماله.
وزاره الزراعه هرجع لها تاني، مش عارف انت تنظم ده، مش عارف انت تقيس قدرات العامل، العامل يعمل معاك ايه. وبالتالي انا مش عايز اقدم مشاريع يجي النهارده مواطن في ظل الظروف الاقتصاديه دي يروح ضارب كورس في كلوب انا اطلع معاش مبكر، يقعد يعيط. واحنا عندنا تجربه مريره بالخصخصه، واحنا جايين من بلد تانية. هو مش الخصخصه النهارده من ضمن اللي حصل على الموظفين والوهم والاعلام لما قاعد يقول اطلع بره تاخد 20,000 وتاخد 50,000 وتاخد 200,000، النتيجه ايه؟ في ناس اتسجنت، في ناس عملت مشاريع فشلت فيها. اذا كنت انت النهارده عندك استعداد تزود لي بطاله على البطاله، المجلس انا بقول لك دلوقتي مش هلاقي فيه موافقه على الكلام دوت، من حقنا يقدم يعني مش هتلاقي موافقه. هل حضرتك بتقبل المشروع ده جزئيا ولا بترفضه تماما؟ لا انا اضمن او اوافق على مشروع في بعض قطاعات الدوله محتاجه وظائف، في بعض هيئات محتاجه وظائف، احنا محتاجين نديها دعم. اما الفكره ككل انا اطلع واجيب ابني، لا، وظائف مختلفه وكفاءات مختلفه. وقال ايه معالي النائب؟ حسسني ايه؟ الكفاءه والاختبار ده كلام. البس الحكومه الواحد واحد فاشل مش عارف يتكلم ولا عارف يدير وياخد سلم وظيفي، لا يبقى احنا كده لا انا ما بقولش الاختصاص، ما بقولش كفاءة. لا سعادتك قلت لا كفاءه نستثني. لا 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 تعيين الكفاءه والاختبار. ما خدتش بالك انا قلت ايه بقى؟ طب نستثني ايه؟ طب قلت ايه؟ استثناء من شرط الاختبار والاعلان. وده ليه؟ وليه باشا على كل ليه؟ ما هو حضرتك ما اختبروش ليه؟ انا انت في الماده 70 لا يا مال سمحت ان الموظف اللي انت بتقول خبره وعاوز تطلعه بدري، انت نفسك في القانون اللي انت اقريته في مجلس النواب وتوافق عليه. انا يعني انا اللي احنا كلنا احنا كلنا المجلس يعني المجلس كله اقر القانون وقال اللي عاوز يطلع معاش مبكر على السلطه المختصه تقبل طلبه تطلعه. ماشي ربطها بحاجه تانية؟ بقى انا يعني انا ما ربطتهاش. بس ما قالش يجيب ابنه بقى ولا يجيب قريبه. ما هو هنا هياخد ايه؟ هياخد القانون هنا قال ايه؟ التامينات الاجتماعيه الخاصه بيه ياخد، بس ما يجيبش استحقاقاته كلها. ما انت بتقول لي الخبرات. يعني النهارده انت سعادتك دي شركتك النهارده حكوميه وراجل بيصور ده موجود، انا عايز اطلع معاش اجيب واحد بكالوريوس تجاره يشتغل مكانه؟ مش الكفاءة هتختلف طبعا. وبعدين غير كده النهارده احنا عايزين الكلام يعني انا برضو بسيط عشان اللي بيسمعنا. انا ما قلتش عشان اللي بيسمعنا. فين مبدا تكافؤ الفرص؟ ده معدوم كده معدوم طيب. مش احنا اللي نعمل. هاخد اتصال من احمد من المنصوره. اتفضل يا احمد. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ معتز، اهلا بحضرتك. اتفضل معاك احمد من القوم الدائريه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. اولا يا استاذ معتز مش عارفين نرجع، مش عاوزين نرجع للعهد الماضي تاني، ايام ابناء العاملين، يعني ايام حسني مبارك كانت دي ايام العاملين. كان ابن اللي في البنك بيجيب ابنه في البنك، كان الوزير ابنه وزير والغفير ابنه غفير، والفقير لو ابنه عالم يحرموه ويعيش فقير. ده كان ظلم. اين العداله اللي احنا لدينا بيها في ثوره يناير؟ هي دي العداله يا سياده النائب؟ يا سياده النائب بلاش الكلام ده بقى، خلي ابناء الناس اللي مش موظفين يشتغلوا. انا ولادي مش موظف، ولادي اربعه معاهم كليات وقاعدين بالشارع، اخويا موظف، اولاده كلهم موظفين. هل دي العداله يا سياده النائب؟ يا سياده النائب كفايه بقى، عاوزين نبص للشعب المحتاج، للناس اللي مش موظفين. هي طيب. بس هي كلام بس كده في الاعلام وترد في الاعلام وخلاص. احنا قلنا ان في مبدا دستوري بقول ان دي حالات ونحها عشان البطاله اللي موجوده في المجتمع المصري مش واخده على طول وقانون على طول. ده وفقا لشروط اللي تضعها اللائحه التنفيذيه اللي هتصدر من مجلس الوزراء. طيب. لكن انا رديت على سياده النائب قلت له مبدا المساواه اللي بتتكلم عليه في الماده 53 والماده 40 من قانون الدستور 71 جبت له احكام دستوريه بتقول ده، حتى بلاش كده، لو شغلت الوظيفه للرجل فقط دون المراه ليست فيها عدم دستوريه. المشكله في تساوي المراكز القانونيه. وفي خلطة معلومة. كيف تساوي المركز القانوني؟ الدوله نفسها هي اللي وافقت على المادة 70 ان هي تطلع خبرات موجودة في حقل الخدمة المدنية بشرط ان هو ياخد حقوق التأمينية كلها. دول ما طلعوش، مرضيش، مش موافقين على النص. انا بضيف في النص عملية التعيين ده لان الجهاز الاداري محتاج تعيين. عملية البطالة في مصر لم يحد ينظر لها
بنظرة جدية إلا ال 175 طيب. ألف اللي بتعينه. طيب تاخد عماد من الشرقية لا. ما هو لازم نسمع الناس اللي بتتابعنا رأيها ايه. عاوز يتكلم وتدخل ولازم يبقى فاهم بيتكلم في ايه. لازم نتقبل الرأي والرأي الآخر. ما انا برضو بقول كده يعني حضرتك انا بشرط علي انا شرط قبل ما يجي من القناة. الافكار اللي عاوز يتدخل داخل الاستوديو الافكار يبقى عندنا الاحكام موجودة بنتكلم بيها. الافكار لكن هيبقى واحد ما عندوش فكرة ويقوم يتكلم بس ويشوشر ما ينفعش. الافكار تقبل احيانا وترفض يا احيانا. استاذ فخلي سعه الصدر يا استاذ انت راجل ده انت راجل مخضرم. انا اول مره جيت كان هنا قايل لك اللي عاوز يتدخل من الخارج لو ما كانش على مستوى فهم المشروع اللي احنا مقدمينه يفهم ما احنا مش اي كلام مش هنمسك لسانه يا فندم. مش هنمسك لسانه. دول الشعب المصري. دول الشعب. هو حضرتك انا ممثل الشعب المصري وانا ممثل مين؟ ما انت ممثل الشعب اسمعهم بقى. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا عماد. عماد من الشرقية. مساء خيرك معتز. تحياتي لحضرتك. اهلا بيك يا عماد. مساء الخير. يعني ارجو من ضيفك بس ان هو يدي الفرصة انه الاستاذ معتز يا فندم يحط التليفونات على الشاشة والناس اللي بتتصل مش هينقي مين اللي يتكلم ومين ما يتكلمش. الراجل بيحط التليفونات. طب شكرا انك انت بتعمل يعني بترد بالنيابة عني. انا ما طلبتش منك. خش في الموضوع يا عماد. انا هخش في الموضوع. احنا دلوقتي حضرتك موظفين من 2011 يا استاذ معتز. كان الدكتور عزازي علي عزازي رحمه الله عليه تعاقد معنا في التربيه والتعليم عمال واداريين منذ عام 2011. اي وكان وبناخد 55 جنيه 18000 موظف في اداره الحسنيه التعليميه تبع التربيه التعليميه بالحسنيه او تبع وزاره التربيه والتعليم عامه وبالذات في محافظه الشرقيه. احنا الوحيده على مستوى الجمهوريه العربيه لم نثبت حتى الان وراتبنا الشهري 55 جنيه منذ عام 2011. وقلت لك النهارده الساعه 7 كلمتك على تليفونك قلت لك تتبنى الموضوع ده لان من 2011 الناس بتاخد 55 جنيه معتز بيه لو تتذكر. فبدل ما يجيبوا ناس وابناء العاملين ومش ابناء العاملين ورجع بالخلف للوراء نثبت الناس دي بدل ما تجيبوا ناس من بره. 55 جنيه من 2011 وصابرين ومش لاقيين نثبت ده في تربيه وتعليم زي ما انت قلت. محافظ الشرقيه معايا حضرتك. انا معاك يا عماد. معاك يا فندم. انا محافظ الشرقيه استاذ معتز بيقول ان احنا مش تبعه ووزير التربيه والتعليم رضا بيه شوقي بيقول احنا مش تبعه. هل احنا ما نحملش الرقم القومي لجمهوريه مصر العربيه وبطاقه الرقم القومي لجمهوريه مصر العربيه؟ لا تحمل طبعا. خالد سعيد بيتنفر منا. سياده المحافظ اصلا ما بيعرفش يقابل حد. طيب اكتر من 100 واحد عامل معاه. طب انت يعني انت دلوقتي خالد سعيد ما بيقابلش حد ولا بيعبر حد ولا يا عماد انت دلوقتي دخلتني في موضوع انا عايز والله اساعدك بس انا بتكلم في موضوع محدد. رايك ايه في اقتراح سياده النائب ان الوظيفه انا بقول مش هنرجع يبقى خلاص كان جمال مبارك بقى يمسك رئيس جمهوريه. شكرا خلاص اكتفيت بالرد. محمود من القليوبيه عايز كذا راي بس. ايوه يا فندم. محمود اتفضل لو سمحت باختصار. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ معتز والله بمست عليك انت وضيوفك الجمال دول يا فندم. الف الف شكر. اتفضل يا محمود. الله يخليك. فندم احنا بص الموضوع اللي ضد الموضوع التوريث ده مش صح. انا ببص في حاجه لازما دلوقتي الراجل ده اللي هيطلع المعاش فين الخبره بتاعت الخبره اللي هو ابنه هيحطه فيها اكتسبها منين؟ هنجيب حد ما يعرفش اي مهنه نحطها في اي مكان. طب ما في مواضيع وفي افكار احسن من كده. ان احنا ممكن تجيب في عامل انا عندي ابني مثلا او اخويا او اي حد ممكن يشتغل بالقطاع الخاص لمده مثلا وليكن 5 سنين تحت اشراف مثلا القوى العامله وياخد شهادات خبره وبعد كده بيكون حدد مهنته ايه وياخد خبره فيها يبتدي يخش في الحكومه ياخد فرصته في الحكومه. يعني انت مش مع اقتراح سياده النائب انه يفك الوظيفه الواحده بتاعت لا. راجل عنده 50 سنه بثلاث وظايف هيوظف ثلاث شباب لا. ومن ضمنهم هيكون واحد قريبه او ابنه يفكها. بس ايه اللي ضمني دلوقتي ان انت الراجل ده انت محتاج راجل وظيفي راجل مهني محترف عشان يخش ينتج. لكن هتجيبه ولادي من التعليم خلص تعليمه وخش على طول انا لسه مش هدربه ممكن يكون ادى كله طاقته في القطاع الخاص. طيب انا عايز اوضح حاجه بس. اتفضل استاذ حسين. عايز اوضح حاجه. اتفضل. وعشان ما نفصلش المواضيع النهارده احنا بنتكلم لو انا النهارده سويت على 50 سنه ايه اللي السيستم اللي انا هاخده؟ الاعلان مش هعلن عن وظيفه خاليه وايه والاختبار مش الاختبار ده بيتحدد عليه الكفاءه ولا مش عليه الكفاءه يبقى يتحط جنب الاختبار الكفاءه. يبقى انا في ثلاث حاجات هعديهم. اول حاجه ما عملتش اعلان
ليه انا حاجز دي لحد معين؟ ابو طالع. اتنين ما عملتلكش اختبار، ما استيش كفاءتك. هل منظومه العمل اللي احنا بنعاني منها داخل المؤسسات الحكوميه تمشي كده بالشكل ده؟ هو اساسا ما فيش وظيفه في العالم ينفع انها تتشغل من غير معايير الكفاءه. طيب عشان كده انا عايز بس ايه يبقى معلم جايب اللي انا بتعلم منه، يعني انا بتعلم منه الحقيقه. ايوه احنا عايزين نوضح للمشاهد، انت كده النهارده هتشيل مني ثلاث حاجات، مفيش اعلان، مفيش اختبار، مفيش كفاءه، يطلع اي حد بقى ابو الموظف. بس ارد على اتفضل استاذ عبد المنعم. اتفضل. الحاله بتاعت عماد بتاع الشرقيه ده ماشي، بيتكلم على العماله المؤقته اللي بتاخد 55 جنيه في التمويل التعليمي. ده هتتعالج بالماده 73 من قانون الخدمه المدنيه. الماده 73 قالت ايه؟ الفقره الاولى قالت كل اللي معين مؤقت في الجهاز الاداري للدوله على الباب الاول اجور ومضى اكتر من 3 سنوات هيتعين اذا كانت الدوله هتوفر له الاعتمادات الماليه بعد صدور اللائحه. اما اللي بيشغل الوظيفه العامه وما تعينش على الباب الاول اجور، اللائحه التنفيذيه هتقول يبقى يتنقل بعقد تاني بعد ما قضى 10-15 سنة في وظيفة الخدمة العامة ويتعامل وتعين على الباب الأول أجور، علشان بعد كده بعد مضي 3 سنين يبتدوا. مين بيعمل اللائحة التنفيذية؟ الحتة التانية، الحتة التانية اللي عاوز أقول هنا، أنا دي شك لوحده إذا كان دول موجودين في الجهاز الإداري للدولة وأنا بحتاج على إن في عجز شديد في الوظائف خاصة اللي بتتعامل مع الجمهور. دي شك وجي شك. طيب الحتة اللي انا بتكلم عليها اهي، تعيين بدلا منه احد اقاربه من الدرجة الاولى في ادنى الدرجات، مش في درجته، في ادنى الدرجات اللي ورد في جدول المرافق لقانون الخدمة المدنية. وقريبه ده يحظى بهذه الميزة ليه؟ للوظائف التخصصية. ليه يحظى؟ سيبني اكمل بقى. لا عايز، لا لا معلش رد على سؤالي. يحظى بهذه الميزة ليه؟ طب يجب ياخد يحظى بالميزة ليه؟ عن واحد هيطلع في سن 60 سنة ما بياخدش الحقوق التأمينية، وقلت له لا اطلع في سن 50 وخد حقوق التأمينية. ما هي دي زي دي. طب نفس السؤال يعني. وافرض قريبه، وافرض قريبه غير مؤهل للوظيفه دي. احنا بنقولها وفقا للشروط. لا انا بقول دي اختياري، وبقول اعيدها تاني، بقول اهو في تعيين بدلا منه احد اقاربه من الدرجه الاولى في ادنى الدرجات، يعني مش في الدرجه الكبيره اللي طلع عليها الموظف اللي بيوظف 50 سنه، في ادنى الدرجات وفقا للجدول ده. ماشي. تحقق كام في المية من الوظائف التخصصيه؟ يعني لو كان معاهل عالي هيخش في الوظائف التخصصيه، او الكتابيه، يعني لو كان مؤهل متوسط هيخش في الوظائف الكتابيه، او الفنيه لو كان مؤهل متوسط او مؤهل عالي هيخش في التخصصات الفنيه، او الحرفيه لو كان حرفي واخد اعداديه ومتعين حرفه، او الخدمه المعاونه الخاليه من الوحدات الخاضعه لأحكام هذا القانون متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظيفة. عشان الحوار بس إذن هنا شغل الوظيفة وفقا للمعايير الوردة في قانون الخدمة. رد الأستاذ حسين. بس معالي النائب، إحنا كده بنتكلم على أرقام، مش عارفين حاجة في الأرقام. أنا مش عارف حاجة. أنا بقولها وأنا كنت بتناقش النهاردة. تعالى نسمع بعض. نسمع بعض بعد إذنك. أنا لو كنتش بتناقشه النهاردة أنا هناقشه يوم الأربعاء. أنا عشان كده الإحصائيات اللي أنت بتتكلم عليها تكون تحت إيدي. أنا النهاردة عايز إحصائيات. الإحصائيات اللي هتتكلم عليها تكون تحت إيدي يوم الأربعاء إن شاء الله. إحنا النهاردة بنتكلم للرأي العام. أما في حتة مبدأ المساواة، أن هناك الأحكام الدستورية قالت في الظروف طالما مش متساوي في المراكز القانونيه. طيب. وعندي الاحكام بقول 16 حكم قريت منه حكم. تسمح لي. طيب استاذ حسين معلش بعد اذنك، بس في مكالمه. ام جمال من المنوفيه، اتفضلي يا ام جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا ساب لكم الملعب خالص والله. بص انا مريحكم. اهلا وسهلا، الجمهور مهم. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل. حضرتك منور الساسه، واحنا بنحب نسمع حضرتك على طول، والبرنامج بتاعك برنامج ممتاز. شكرا. الله يخليك. انا بالنسبه للسؤال اللي مطروح وراي الاستاذ العضو، انا موافقه عليه طبعا، لان طبعا دلوقتي ولادنا كلهم قاعدين ما فيش شغل، واحنا انا بقالي 27 سنه موظفه ما كملتش 2000 جنيه، انا لما اخرج وابني يتعين يبقى احسن، ما انا مش قادره اصرف عليه. اه
هو قانون ده، القانون ده او التشريع ده احسن حاجه. اولا احنا كفاءات ايه يعني، مهما الاداريين كلهم اولا لا بيبصوا لهم في اي حاجه. انت شغاله فين؟ سؤال مهم. تشتغلي فين؟ تشتغلي فين؟ نعم تشتغلي فين؟ سؤال مهم. انا بشتغل في الصحه. واولادك بيشتغلوا فين؟ او ما بيشتغلوش. طب متخرجين منين؟ شغال في الصحه عشان بيشتغل مكان. في علوم وفي حقوق واقتصاد منزلي. وما طب ايه طبيعه، ايه طبيعه شغلتك في وزاره الصحه؟ انا اداريه. يا ابني كده طيب يعني اداريه. طيب يعني ربنا معاكي، انت موافقه على الاقتراح علشان عايزه تجدي فرصه عمل لايه؟ لاولادك. لو ابنها مهندس هيشتغل ايه؟ لو ابنك مهندس هيشتغل ايه؟ صح. سؤال من الاستاذ الحسيني. هيشتغل في الصحه. بيشتغل في، ما في مهندسين في الصحه. مع الوظيفة الخالية أي حاجة كده خلاص يا أستاذ حسين، ما احنا بنقول على الوظيفة الخالية. أعيد تاني النص على الوظيفة الخالية ووفقا لشروطها. يا معالي النائب عشان كده أنا هرجع أقول كلام واضح. علي بقى نبرة شوية بقى. كلام واضح بقى. كم من كام؟ أنا النهاردة ما عنديش جدول بعدد الوظائف. الأرقام مش معانا. ما فيش أرقام نهائي. الأرقام أنا عشان أتكلم النهاردة بأرقام ولا أتكلم أقفل دي كده وأتكلم بالأرقام. كم من كام؟ الفلسفة من مشروع. حقق إيه من إيه؟ هيطلع 10,000، يطلع 20، يطلع 30. وهل النهارده الكلام ده هخش على التربيه والتعليم ولا بعض القطاعات اللي هي فشلت في ان الحكومه شغاله هتطلع ناس دي بره؟ كم من كام؟ يا محمد التربيه والتعليم ما تسويش عليك الخدمه المدنيه. يا فندم يا فندم يا فندم النهارده احنا بنقول 6 مليون موظف، 7 مليون. لو انا طلعت 2 مليون موظف بتوع التربيه والتعليم يبقى انا بتكلم في 4 مليون 5 مليون، صح كده؟ ايه اللي كمان ما بتنطبقش عليكم الخدمه المدنيه؟ يبقى في الاخر انت بتتكلم على 3 مليون وحاجات تانية. بنتكلم على 3 مليون تقريبا. انا بقى عايز ارقام يتكلم فيها. الارقام دي يبقى انا النهارده لما اتكلم في الارقام واجي اقول النهارده الموضوع ده هيحقق لي 10% من 3 مليون. يبقى انا بتكلم في 300,000. يبقى النهارده راجل المناقشه اليوم الاربعاء. شفت بقى هو ده الكلام. ماشي. شفت بقى كلام؟ يبقى احنا النهارده ايه؟ هو كده لمس. انا عايز اقول ايه؟ ان انا قايل لك من سنه 83 ما تعينش في الجهاز الاداري الدوله اللي هي 175,000. احنا ايوه اتفضل. ايه الملعب اللي بنلعب عليه؟ مفيش ملعب بنلعب عليه. عشان كده مالنا بقى ليه؟ لما تيجي الارقام نتكلم. عشان سعادتك لما تيجي تقول للمواطن والله احنا عندنا احتمال يطلع 100,000 واحد فوق 50 سنه، منين؟ جدول باين اهو في عدد قد كده. لكن النهارده نتكلم على الارقام ونصدر المشهد كل واحد يجيب ابنه، ده اللي متصدر للمواطن. الموظف هيجيب ابنه. لا 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 حلو قوي. استاذ محمود ادريس من محافظه الاقصر، اتفضل يا استاذ محمود. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. تحياتي لضيوفك المحترمين. اهلا وسهلا. استاذ معتز، انا طبعا متابع قول برنامج حضرتك. اهلا وسهلا. اخ محترم. بس انا اللي خلاني يعني بصراحه الح ولازم وقاعد كده مستني بتاع نص ساعه عشان اخش واكلمك، يعني لغه الحوار يا ريت يعني الضيوف لما يكون حد متصل يا ريت المتصل ده بيدي فكره. فاحنا مش عايزين نهاجم المتصل، لان ده راجل في الشارع بيوصل فكرته وبيوصلها للبرنامج، وحضرتك تتفضل مشكورا بتحل اصل البرنامج ده للجمهور مش عشان خاطر الضيوف. انت قلت اللي انا عايز اقوله. ازاي يا فندم انت عندك في حاجه اسمها معايير الكفاءه، عندك التميز، عندك الخبره، يعني واحد جايب مثلا تقدير عادي افضله عن تقدير امتياز في شغلانه هو مش فاهم اي حاجه فيها؟ لا طبعا انا برفض الكلام ده تماما. في حاجة اسمها امتياز، في حاجة اسمها جيد جدا، في حاجة أنا راجل مثلا شغال في الكهرباء، ما أروحش عشان أنا ابني مش عارف خريج الله أعلم يعني إيه، أروح أدخله مثلا بدالي، لا طبعًا إحنا نرفض التوريث، لأن إحنا كده بنخليها زي ما بيقولوا بلغة الصعيدي كده يعني كل واحد عايز يخش، لا يا أستاذ معتز. أنا راجل عندي كفاءة أعمل الكفاءة اللي أنا بفهم فيها، الخبرة اللي أنا فيها. وصلت النقطة واعذرني، اعذرني يا محمود عشان ضيق الوقت. هاخد ندى من بورسعيد، اتفضل يا ندى. طبعا طبعا. مساء الخير. مساء الخير. أهم حاجة نتواصل مع جمهورنا يا فندم. أهم حاجة. اتفضلي يا ندى. مساء الخير على حضرتك أولا. أهلا وسهلا. لأن أنا في ثالثة إعدادي. طب كويس. أهلا وسهلا. أنا اتصلت لسببين. اتفضلي. السبب الأولاني إن أنا كتلت إعدادي وطالبة طموحة، فعندي فمش عايزة طموحاتي تتوقف على حاجة. ده أولاً وهشرح ده بالتفصيل. ثانياً مش عايزة حد يقطعني. أولاً بقى علمتونا في المدرسة وإحنا صغيرين اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. ده أولاً.
ثانيا بقى عندي اعتراض، انا برفض تماما توريث الوظائف. يعني انا كطالبه بذاكر وبجتهد وجايبه في الاخر تقدير وعايزه اشتغل على سبيل المثال معيده في الكليه، هاجي ما ينفعش اشتغل عشان انا بابايا مش معيد؟ ده اني منطق بيقول كده؟ مش اي حاجه الدستور يوافق عليها تبقى هو صح. الدستور ده احنا اللي عملناه، احنا اصحاب الالباب اللي ربنا بيخاطبنا. ما ينفعش نعلق اخطائنا على حاجه اسمها دستور. هقول لحضرتك لو القرار ده اتطبق في مصر معنى ان الشهداء دول دمهم راحوا ضحايا. الشعب قام بثوره ليه؟ عشان يدعى الدكتاتوريه ويطبق نظام الديمقراطيه. طب فين الكفاءه؟ فين الخبرات؟ انا قلت انا كل ما اعمل مداخله اول حاجه اقول ما تحاولوش تقنعوا نفسكم ان انتوا شغالين وانتوا اصلا مش شغالين وما بتعملوش اي حاجه. ده اولا. ثانيا بقى حضرتك هذاكر ليه؟ انا هذاكر ليه ما انا في الاخر كده كده مش شغاله؟ فين الخبره؟ فين الكفاءه؟ واجيب واحد مش عارف اي حاجه واحطه في مجال ما يفهمش فيه اي حاجه واقول مصر. طيب على فكره ندى وصلتني الرساله بتاعتك. طيب. واضحه جدا. انا هقول كلمتين. رضا الاليوبيه هاخد مكالمتين وخلاص بعد كده. ندى شكرا. ندى من بورسعيد، رضا من الاليوبيه باختصار لو سمحت. اتفضل. طب النائب عفيفي كامل زميلكم طلب المداخله. استاذ عفيفي اتفضل يا فندم. مستشار عفيفي كامل. مستشار عفيفي كامل. المستشار عفيفي كامل اهلا وسهلا. اهلا مساء الخير يا فندم. لا معلش الجهاز لازم يبقى يعني توطي صوت التلفزيون بعد اذنك يا ست النائب. ده محامي. اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك طبعا احنا برحب بالاستاذ الحضور السيد النائب عبد المنعم عليمي اللي هو مقدم مشروع وده من القوامات المياريه الكبيره والحقيقه من انشط النواب في المجلس عندنا. ده حقيقه. ويعني احنا يعني ما نقدرش ان احنا بنقول المشروع بتاعه هو مشروع نسبي قد يلقى قبولا او لا يلقى او ايه او لا يلقى قبولا. طب الناس هو بيتكلم في جزئيه معينه يمكن برضو عايز اوضحها شويه. ان بيقول لي ان الموظف من سن 50 الى 55 الى 60 اللي هو ممكن ان هو يطلع على المعاش وهياخد معاش بس المرتب بتاعه يفك ثلاث وظائف زي ما هو بيقول. الوظائف دول مش مهم يكون هم ابن الموظف، ما يبقى برضه في ثلاث وظائف، يعني مش هيبقى ابن الموظف بس، هيبقى جنب وظيفتين تانيين هيتعينوا برضه. فهي برضه هي لها برضه مردود. طيب وان كانت احنا ضد فكره التوريث في الجيل في كل الوظائف زي ما الساده المستمعين قالوا، لكن هي برضو وجهه نظر المفروض انها ايه؟ انها تدرس وفعلا القانون بيسمح بذلك يعني. هو القانون 18 بيسمح ذلك. تمام. برضه بنعاني ان في تكدس كبير في ايه؟ في الوظائف خصوصا. لا حضرتك فعلا وجهه نظرك يعني تحترم. برضو بيرد على مساله معينه ان في فعلا عندنا تكدس كبير جدا في الوظائف الكبيره. فهو لما بيطلع واحد موظف من الكبار دول بيحل محله ثلاثه، من الثلاثه دول مش هيبقى ابن الموظف، هيبقى ايه؟ هيبقى موظف هيبقى واحد بس واثنين تانيين. معلش سياده المستشار سياده النائب اعذرني هكتفي بهذا القدر لان عندي فصل اعلاني وهرجع اكمل مع ضيوفي. وبعتذر ليك جدا على المقاطعه. وصلت الفكره على فكره. ده كان النائب عفيفي كامل اللي طلب المداخله. هنرجع بعد فاصل قصير خليكم معانا. طيب على كل حال فاضل لنا يعني فتره قصيره وايه وننهي هذا الحوار. ست النائب ممكن رد سريع على انا هرد على الاخ محمود ادريس والاستاذه ندى. ندى اولا الوظيفه من بورسعيد. الوظيفه مش بتورث. قانون الخدمه المدنيه اللي هو معمول بيه الان قبل المشروع بتاعي بيقول اللي وصل لسن 50 سنه من حقه يطلع معاش. يعني الراجل طالع مفيش خلاف عليها. مفيش خلاف عليها دي. ماشي وهيسيب درجته. درجته دي عباره عن اموال. تلك الاموال انا بالتشريع بتاعي بعتبرها اللي هي المصدر اساسي لتعيين شاب. الشاب ده لازم تتوافر فيه الشروط بتاع الوظيفه
والوظيفة تبقى موجودة تتوافر، والكلام ده كله بمعيار قانون الخدمة المدنية تتوافر. لكن بقى بنقول توريث مش توريث، أي مواطن بدل هيتعين ابن الموظف بس، لا ده ياخد معاه كمان اثنين تمام هيتوظفوا تمام. نمر الثلاثة بقى، محمود إدريس بقى، وأنا عدتها مرتين، أن مبدأ المساواة لازم تساوي المراكز القانونية. أنا عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب و15 سنة في البرلمان وأكثر، بقول مبدأ المساواة يبقى تساوي المراكز القانونية. ممكن ترد على محمود إدريس بعد إذنك؟ بالنسبة حضرتك بترد على ندى دلوقتي؟ أنا برد على الاثنين، الكفاءة والخبرة. طيب. ما أنا بقول أهو الكفاءة والخبرة. طيب. الكفاءة والخبرة هعيدها تاني. طيب. لا طيب ما هقول إيه؟ الكفاءة والخبرة. وصلت النقطة والله يا سيادة النائب. عشان اللي ما خدش باله ياخد باله. طيب طيب. بقول في أدنى الدرجات. طيب. الوظائف التخصصية أو الكتابية أو الفنية أو الحرفية أو الخدمة المعاونة الخالية بالوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى توافرت فيه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة. كل الكلام هل دي الكلام ده كلها استاذ حسين اسمع كل الكلام ده كويس. هنرجع برضو هنرجع تاني الإحصائيات. ايه معلش الإحصائيات نسمع بعض بقى ست هرجع تاني هرجع تاني. انا عايز اتكلم على بيانات واضحة وصريحة. ماشي ماشي. في نفس الوقت النهارده معالي النائب يتفق معايا في الكلام ده، احنا مشكلتنا نفصل في ايه؟ احنا النهارده بعض القيادات سواء وزير او رئيس وحده محليه او محافظ، احنا بنتشكك كثير كثيف في وقت طويل جدا ان انت بتختار ناس كفاءه مش 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 ناس مكافاه ليها مش كفاءه. خلي بالك ساعات بتختار بعض المواقع التنفيذيه مكافاه للشخص، مكافاه ليه بتجيبه في المكان ده مش على مبدا الكفاءه. انا النهارده اطبق ده حتى في الكوادر الصغيره، يعني انا احيانا النهارده بحس ان انتوا جايبين محافظ مكافاه ليه. مكافاه للمحافظ. ان يبقى محافظ مكافاه نائب خدمه مثلا. وشفنا الكلام ده. وشفنا ناس شطار جدا بيشتغلوا. احنا الكلام ده النهارده نعمل للموظف مكافاه، يجيب واحد النهارده بلا اختبار وبلا كفاءه وبلا معايير وبلا اعلان، قول له خد في 2017 ابوك موظف خش مكانه. لا لا، وما عنديش احصائيه اشتغل عليها. لا الكلام ده انا الخاص الموضوع كله في الكلام ده، لا عندي احصائيه ولا عندي بيان ولا عندي عدد، وانا كمحمد حسيني كراجل نائب بمثل الشعب، لا الكلام ده انا بعتبره استفزاز للناس الغلابه. شكرا، هكتفي بهذا القدر. بشكر سيادة النائب عبد المنعم العليمي عضو مجلس النواب عن الحضور النهارده، الف شكر. شكرا للاستاذ محمد الحسيني النائب وعضو مجلس النواب عن المشاركه في برنامج 90 دقيقه. خيرك. شكرا لمتابعه حلقه النهارده من 90 دقيقه، والى اللقاء.